ويقول بالنسبة لي أتيت القبور فسألتها أو فناديت أين المعظم والمحتقر، قال تفانوا جميعا وضاع الخبر وضاع الأثر، خلاص ما حد حيجيبك أصلا، لن يجيبك أحد. ولذلك كفى بالموت واعظا، كان عثمان يذكر بالجنة والنار فلا يبكي بكاءه لما يرى القبر. قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال إنه أول منازل الآخرة وما بعده أيسر منه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول زوروا القبور فإنها تذكر الموت فيها تذكر الآخرة، يبدو الإنسان يجعله من وقت لآخر زيارة القبور. ولذلك عند أحمد قال عليه، وأصله أيضا عند مسلم، قال من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من تصدق من يومك على المسكين، من شيع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعنا في مئة إلى دخل إيش الجنة. ولذلك الإنسان لابد أن يجعل له هذه العبادات التي ترقق القلوب.